بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أخواتي الشباب زخريا الغاليين، وحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات. أخواتي الخادمات الفاضلات، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة إزاي تكون شماس شاطر فاهم واعي عارف دورك. وقلنا وقفنا المرة اللي فاتت عند إن إحنا خلصنا أرباع النقوص، وأرباع النقوص دي إحنا كنا اتفقنا عليها إن هي بتتماشى بالطريقة الشعبية أو بالصلوات الشعبية مع صليب البخور اللي كان بيقدمه أبونا قدام الهيكل. وكنا قلنا إن هو بيبخر شرق، بيبخر بحري، بيبخر غرب، بيبخر قبلي، وبيرجع تاني شرق. وكنا عرفنا ايه اللي بيتماشى مع هذه الارباع، وكنا اخذنا ربع ربع، او كنا اخذنا قطاع قطاع او كاتيجوري كاتيجوري يعني، لحد ما خلصنا. تمام. دلوقتي احنا بيتبقى عندنا حاجة، هل صلاة رفع بخور عشية او رفع بخور باكر خلصت لحد كده ولا لسه في عندنا حاجات؟ اكيد لسه في عندنا حاجات. حاجات زي ايه؟ فإحنا في عندنا حاجة اسمها الأواشي بعد صلاة الشكر. إيه الأواشي بعد صلاة الشكر؟ فإحنا عندنا أربع أواشي: أشية الراقدين، أشية المرضى، أشية المسافرين، ورابعاً أشية القرابين، اللي هما إجمالاً الموضوع اللي كان أجمله سيدنا مثلث الرحمات قدس بابا شنودة لما قال في طلبة الصباح للبصخة المقدسة، قال: والذين أعاقتهم ظروفهم عن المجيء. لو دورنا على طلبة الصباح بصوت سيدنا قدس بابا من تسجيلات معهد الأرصاد القبطية، هنلقى سيدنا بيقول: والذين أعاقتهم ظروفهم عن المجيء. الأربع فئات اللي احنا اتفقنا عليهم: الراقدين، المرضى، المسافرين، القرابين أو مقدمي القرابين، دول الناس الذين أعاقتهم ظروفهم عن الحضور أو أعاقتهم ظروفهم عن المجيء. فإحنا إيمانا منا ككنيسة قبطية أرثوذكسية، إحنا بنؤمن تماما إن الراقدين دول ناس موجودة ما ماتتش، ولكن هي عايشة في مكان آخر. لأن حتى أبونا في أشية الراقدين بيقول: ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. وكان سيدنا قدس البابا كرولوس السادس كان بيقول: فلان سافر. فإحنا بنؤمن إنهم موجودين ولكن في مكان آخر، وبناء عليه بنعتبر ان هم اعاقتهم ظروفهم عن الحضور، اللي هي ظروف المكان الاخر ان هم فيه، ان هم حاضرين في الكنيسه المنتصره. تمام. طيب نتكلم شويه عن اشيه الراقدين. احنا ليه بنصلي اشيه الراقدين في رفع بخور عشيه؟ تمام. لان رفع بخور عشيه بنصلي فيها صلاة الغروب أو ترمز لغروب اليوم، وصلاة الغروب بترمز لغروب العمر. تمام. يبقى احنا كده دائما وأبدا بنصلي صلاة رفع بخور عشية، وشية بعد صلاة الشكر بنصلي وشية الراقدين. تمام. وبنصليها برضو في باكر يوم السبت. ليه باكر يوم السبت؟ لأن زي ما العشية بتمثل بالنسبة لنا غروب اليوم، فيوم السبت بيمثل بالنسبة لنا غروب الأسبوع. ولو نعيد مع بعض الثلاث أيام اللي قضاهم السيد المسيح في القبر، كانت الجمعة، السبت، وقام فجر الحد. فالسبت كان سيدنا المسيح في القبر. تمام. وبتصلى بحسب قرار المجمع المقدس
فترة الخمسين المقدسة في حضور عثمان المتوفي. تمام؟ طيب ليه بنصلي أشية الراقدين؟ ليه بنصلي أشية الراقدين؟ فإحنا الموضوع ده عايزين نبص عليه في كتب الطقس بتاعة سيدنا يافت أنبا بن يمين. فسيدنا يافت أنبا بن يمين بيعلمنا، بيقول إن عقيدة الصلاة من أجل الراقدين هي تميز الأرثوذكس عن الطوائف الأخرى. ليه يا سيدنا؟ فبيقول سيدنا رقم واحد إن إحنا عندنا مبدأ المحاماة. يعني إيه مبدأ المحاماة؟ إن كل الصلوات على الراقدين أو من أجل الراقدين من ساعة انتقال هذا الشخص لحد الدينونة بتمثل محاماة عن هذا الإنسان وعن هذه النفس. تمام؟ ووجود المحامي أو وجود بند المحاماة هو شرط أساسي من شروط العدل. ما هو ما ينفعش يبقى في قاضي ومتهم وسايبينهم لبعض. لازم يكون في واحد يقول له يا سيادة القاضي الراجل ده مش متهم قوي، في حاجة دفعته إن هو يعمل كده. فالأشية بتاعة الراقدين أو الصلاة من أجل الراقدين بتمثل بالنسبة لنا ككنيسة أرثوذكسية عموما هي مبدأ المحاماة. النقطة الثانية اللي بنتكلم فيها وهي نقطة غفران الخطايا. يعني إيه نقطة غفران الخطايا؟ مش عايز أطول معاكم في النقطة دي، ولكن إحنا بنقدر نعتبر إنه من آخر اعتراف لهذا الشخص حتى لحظة الوفاة إن الصلاة من أجله أو الصلاة عليه بتحل محل اعترافه. بس الموضوع ده بيتطلب شوية شروط، إن هو يكون مقدم توبة. يعني أنا مثلا أخطيت خطية معينة وقبل ما أروح أعترف سافرت، ولكن أنا من جوايا كنت مقدم توبة، مقدم توبة حقيقية، فبتعتبر الصلاة على جسدي أو من أجلي كمنتقل بمثابة الحل. وعلى فكرة التحليل بيتقري على جسد المتوفي. تمام؟ بشرط وجود التوبة. تمام؟ وطبعا بنقول ان الاقرار بها اللي هو نوال المغفرة، وبنضيف عليها مبدأ تتميم الاسرار اللي هو التناول. تمام؟ فاحنا بنقول ان احنا بنصلي التحليل على جسد المتوفي من اجل مغفرة ما سلف من خطايا. مش مغفرة ما سلف من خطايا، ولكن ما سلف وسقط منه سهوا ولم يعترف به، بشرط ان هو يكون قدم من جواه توبة حقيقية. ويمكن قديس يعقوب السروجي كان في احد المرات حد سأله سؤال عن الموت، فبيقول له ان ازاي الناس بتموت والمسيح قام؟ فالمفروض ان المسيح لما قام هو كسر شوكة الموت فلا يموت الناس. فالقديس يعقوب السروجي رد عليه وقال له انه بعد قيامة المسيح تأكد قيامة من نقوم بدفنهم وليس للبشر، لأنهم يقومون إذا يخرج الجسد وندفن الموت. جملة معقدة شويتين رد القديس يعقوب السروجي، ولكن في إعلان صريح بمبدأ القيامة. تمام؟ طيب الحاجة الرابعة وهي تأكيد فكرة الدينونة العامة، لأن احنا لما بنصلي على المنتقلين أو بنصلي من أجل المنتقلين بنعترف جهارا إن في حاجة اسمها دينونة يفتكرها الناس اللي قاعدة، واللي مش عارفها أهو بيعرفها
لأنه الله الديان العادل سيدين سائر البشر. وده الكلام اللي كان كتب في الرسائل لما قال وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدين. الحاجة الخامسة إن إحنا يا إخوانا مش ناسيين الناس دي. الناس دي أعضاء معانا في الكنيسة. أي نعم هم دلوقتي بقوا في الكنيسة المنتصرة وإحنا ما زلنا في الكنيسة المجاهدة، ولكن الناس دي أعضاء معانا. أكبر دليل على كده إيه؟ لما معلمنا داود النبي قال إن الصديق تدوم ذكراه إلى الأبد. الكلام ده كان في المزمور 112. والإنسان بيتميز عن الحيوان إن هو له نفس حية. فالحيوان لما بيموت بينفع وخلاص خلص، مش الموضوع مش قضية. إنما الإنسان نفسه حية، ودي اللي كان أخذها من الله في بداية الخليقة لما قال نفخ فيه نسمة حياة. تمام. الحاجة السادسة تعزية الناس اللي فقدت حد عزيز عليها. الحاجة الأخيرة تأكيد المكافأة اللي لسه ما حصلش عليها حد. زي ما بيقول في سفر الرؤيا إلى أن يكمل العبيد رفقائهم، والكلام ده كان في الختم الخامس. تمام. ولكن احنا في عندنا ملحوظة صغيرة عايزين ناخد بالنا منها دلوقتي تقصية، وهي أن أشية الراقدين بتقال في جميع العشيات حتى عشيات الأعياد السيدية، مفيش استثناء. تمام. عدا في يوم سبت النور بتقال الصبح. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين إن يوم سبت النور كان سيد المسيح له المجد كان في القبر. تمام. طيب أنا حاسس إن أنا أخدت وقت طويل في المقدمة، بس في حاجة عاوزين نعملها دلوقتي، إن احنا هنتفرج مع بعض على أشية الراقدين من كنيسة الملاك عياد لأبونا صموئيل سمير. هو لأجل الأمانة أنا حبيت إن أنا أحط الأشية دي لأنها أشية أو صلاة أبونا صموئيل لأجل الأمانة معزية ومغزية للتعليم وللتأمل والاستمتاع. هما 7 دقايق أنا هسكت فيهم تماما، وتعالوا مع بعض نسمع أبونا صموئيل في Oh.
على الأرض
مُكِرَ لِلَّذِينَ فَاسْتَرِفُوا سَمُّ فَنِحْهُمْ وَيَسْتَقِيهِمْ بعد ما شفتوا العظمة كلها فيعني ممكن تقفلوا الفيديو يعني، بس يعني حاولوا تستحملوني معلش. يعني أبونا بيبتدي الشماس يقدم له الشوريه وبيحط فيها يد بخور وبيبتدي يصلي، فهو عاوز يصلي وهيبتدي يصدر تنبيهه للشماس انه يصدر أوامر لإخواته من الشعب ان هم يبتدوا يصلي، فكل واحد هيقولها بطريقته. يعني أبونا هيبتدي يقول للشماس شليل، الشماس هيرد عليه ساعتها ويقول له بروسف كيس تاسيتي، يعني يا اخواتي للصلاة قفوا، احنا خلاص خلصنا أربع ناقوس ودلوقتي هنصلي فللصلاة قفوا. بيبتدي أبونا زي ما شفنا في الفيديو أشية الراقدين وبيبتديها بالين اون مارنتي ويفنوتي بي باندوكراتور. طبعا انا مش هقول الاتقال تاني، بس بيجي يختم بيقول نانيوتي نمناس نيو طفشيب شيمو، يعني أبائنا وإخوتنا الذين رقضوا. تمام؟ فبيبتدي الشماس يقول وده دورنا، وهنحاول نقسمها جمل صغيرة. الشماس بيقول طوب هجنن يوتي لمن نسني وطافن كت، اسمعها تاني، طوب هجنن يوتي لمن نسني وطافن كت، مرة أخيرة، طوب هجنن يوتي لمن نسني وطافن كت. الجملة اللي بعديها آفن تونم أو تاني، آفن تونم أو، مرة أخيرة، آفن تونم أو، نقولها على بعض، طب جنن يوتي نمن نسني وطافن كت، آفن تونم أو. الجزء الجديد، خينف نهتم بي خريستوس يسجينب ايني، تاني، خينف نهتم بي خريستوس يسجينب ايني، مرة أخيرة، خينف نهتم بي خريستوس يسجينب ايني. تمام؟ تمام؟ محتاجين نقولها كلها مع بعض لحد دلوقتي؟ يلا مع بعض. طب هجنن يوتي نمن نسني وطافن كت، آفن تونم وقو، خينف نهتم بخريستوس يسجنب ايني. تمام؟ الجزء الجديد، نينيوت
ارتي اثواب ارشي ابسكوبوس كنينيوتي ان ابسكوبوس. تاني نينيوتي اثواب ارشي ابسكوبوس كنينيوتي ان ابسكوبوس. مرة أخيرة نينيوتي اثواب ارشي ابسكوبوس كنينيوتي ان ابسكوبوس. ناخد الجزء اللي بعده. نينيوتي انهي غومينوس كنينيوتي ام بريسبتيروس. الجملة دي تاني. نينيوتي انهي غومينوس كنينيوتي ام بريسبتيروس. مرة أخيرة. نينيوتي انهي غومينوس كنينيوتي ام بريسبتيروس. الجملة اللي جاية. نينيس نيو
الناس بيقول لهم اطلبوا من اجل الناس دي. طب هجاني نوتي اطلبوا من اجل ابائنا واخواتنا الذين ارخضوا. اطلبوا ايه بقى؟ اطلبوا ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ان هو هيما انت بخريستوس بنوتي. تاني هيما انت بخريستوس بنوتي. مرة أخيرة هيما انت بخريستوس بنوتي. تي انتون انو ابسي شتيرو ان بي باراديسوس انت ابقونوف. نفس المجموعة بتاعت لايكوس وزيكم. تاني هيما انت بخريستوس بنورتي تي امتون انو ابسي شتيرو ان بي باراديسوس انت ابقونوف. تاني مرة أخيرة هيما انت بخريستوس بنورتي تي امتون انو ابسي شتيرو ان بي باراديسوس انت ابقونوف. يعني لكي المسيح الهنا ينيح نفوسهم فيه في الفردوس النعيم. طيب وبعدين نكمل. ارون ذهون انت بابي رين مان انت فقال النوفين عن ايفون. تاني ارون ذهون انت في قلبي نعين ايمان انت في قال النوبين عن ايفون. مرة اخيرة ارون ذهون انت في قلبي نعين ايمان انت في قال النوبين عن ايفون. نسمع المرد على بعضه مرة واحدة ونحاول نعيده مع نفسنا. يلا مع بعض. طب هجن يوتي لمن نسني وطابن كت آفن طول موهو خنف نهتم بي خريستوس يسجن بإيني نيوتي إذ أوابن أرشي إبسكوبوس كن نيوتي إن إبسكوبوس من يوتي انهي غومينوس كان يوتي ام برزبتيروس نين ناس نيو من يوتي ام مناخوس كان يوتي اللايكوس نيم ابي هجين تي انا بافسس تيرس انتيني اخريستيانوس. هينا انت بخريستوس بنوتي تي امتون انو ابسي شتيرو ام بي باراديسوس انت ابقونوف. الون ذهون انت في قلبي نعين ايمان انت في قال النوبين عن ايفون. دور الشعب وقتها ان هو يصلي. فالشعب هيقول ايه؟ كيريال أخذناها في مرضات صلاة الشكر. تمام؟ أبونا ساعتها بيكمل بيقول عليك تاكسن بشايف مع أنطون النويب سيشي تيرو اللي هو تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين. في
في فردوس النعيم، في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبيكمل هو إن كان لحقهم توالد أو تفريط كبشر فأنت كصالح البشر، بيكمل الأشياء اللي إحنا خلصنا. تمام؟ طيب، في حالة إن أبونا يصلي بالعربي فبيختم وبيقول آبائنا وإخواتنا، تمام؟ ساعتها الشماس بيرد عليه وبيقول اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا، اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد. تاني الجملة دي، اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد. مرة أخيرة، اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد. مين دول؟ آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامصة وآبائنا القصوص، وإخوتنا الشمامسة. تاني، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامصة وآبائنا القصوص، وإخوتنا الشمامسة. بيكمل، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس الناعين، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. نسمع مع بعض المرد كله على بعضه. الشماس بيقول اطلبوا عن آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباد، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامصة وآبائنا القصوص، وإخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس الناعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. هيرد الشعب ساعتها ويقول له يا رب او 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 او
في مرات صلاة الشكر في الحلقة التانية، هسيب لكم الرابط بتاعها فوق في الاي دلوقتي هتظهر علشان تقدروا تبقوا متابعين الدنيا. وبكده نكون خلصنا وشيد الراقدين. ارجو ان انا عارف ان انا قصرت طبعا لان احنا برضه خدناها باستعجال شويه عشان تبقى في حلقه واحده. ارجو ان احنا نعيدها كذا مره نحفظها قبطي وعربي. وشيد الراقدين لما بتتصلى ابونا بيطلع بره على باب الهيكل بيقف الشماس وراه برضه كل ده مفيش حد جوه. ابونا صلى صلاه الشكر هو واقف بره وكان الشماس وراه، ونفس القصه في اشيه الراقدين ابونا نزل بره على باب الهيكل والشماس برضه وقف وراه ورفع الصليب وصلى اشيه الراقدين. الملحوظه الثانيه اللي احنا عاوزين ناخد بالنا منها انه في الجزء الثاني بتاع ابونا لما بيقول تفضل يا رب نيح نفوسهم في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، في الجزء ده ابونا بيجي بيقول تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الارثوذكسيين في المسكونه كلها من مشارق الشمس الى مغاربها ومن الشمال الى اليمين. في الوقت ده الشماس بيقدم درب البخور لابونا علشان ابونا يحط منه يد بخور في الشريه ويكمل الاشيه، لان ابونا في الوقت ده بيشاور بيقول بالشريه بيقول من مشارق الشمس الى مغاربها ومن الشمال الى اليمين. تمام؟ يعني في انحاء المسكونه الاربعه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا ونكون خلصنا اول اشيه من اواشي ما بعد صلاه الشكر اللي هي اشيه الراقدين. واحنا قلنا الاشيه دي بتتصلى ليه؟ وقلنا انها بتتصلى امتى؟ في العشيات وفي رفع بخور باكر لقداسات السبت. بس معلش حد يبقى يفكرني ويحطها تحت في التعليقات، احنا يوم السبت كنا بنصلي ايه؟ أضام مرواتوس اللي فاكر واللي كان متابع معايا حطها لي تحت في التعليقات ونحاول نتفاعل مع بعض في الفيديوهات. الطلب الاخير لو في حد من اخواتي اللي بيشوفوني دلوقتي ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ولسه ما اشتركش في القناه فممكن ينزل يشترك، يدوس على زرار سبسكرايب، فعل زر الجرس علشان توصلوا الفيديوهات الجديده اللي احنا بنقدمها. وبالنسبه لبرنامج القبطي ماشي زي ما هو يوم الثلاث بالليل الساعه 9 مساء، واحنا على ميعادنا هنا برنامج الطقس يوم الجمعه الساعه 9 الصبح. ولو في حد عجبه المحتوى ممكن يفرحنا بلايك، لو في حد عاوز يتواصل معايا فانا كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي مرفوعه عندكم على الصفحه فيس وتويتر وانستجرام وحاجه رابعه مش فاكر هم اللي عملوها لي بصراحه. تمام؟ اللي حابب يتواصل معايا انا هرد عليه على فكره. اخر حاجه نحاول نسمع الفيديو ده كذا مره علشان المرض يثبت معانا. تمام؟ واسف لو كنت ضغطتكم واسف لو طولت عليكم في الحلقه دي، حاولوا تسامحوني بس انا بس مش عاوز اسيب ديل لحاجه. تمام؟ والا انا التقي الجمعه الجايه، هتوحشوني كتير، اشوفكم على خير. وجاي هنا بشويه.